استاذ علاء حمام، سلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد النصر. يعني احنا في دور ال 16 حضرتك وحضرات الساده المشاهدين. طيب احنا في دور ال 16 طبعا، والزمالك دلوقتي بعد فوز مازيمبي حط رجله بنسبه 85% في ربع النهائي، واصبح مازيمبي رسميا صعد لربع النهائي بعد هذا الفوز 2-1. تمام. هو اذا مازيمبي فعلا صعد لدور الثمانيه، وانا شايف ان مازيمبي خد في ايده الزمالك كمان. بالظبط. يعني ساهم كمان ان الزمالك يقرب بصوره كبيره جدا من التاهل لدور الثمانيه. لان كده الزمالك محتاج نقطه واحده من 6 نقط علشان يتاهل، فطبعا ده بالنسبه له ميسور جدا، لان كمان المباراه اللي جايه مع مازيمبي على ارضه، ومازيمبي خلاص حسم الامور وتاهل، فهتبقى المباراه بالنسبه له يعني مش قويه جدا، او ما يعني ما فيش تفكير فيها كبير جدا. كمان برضه لسه عنده برضه مباراه بعد مباراه الزمالك. نتيجه مازيمبي دي خدمت الزمالك بصوره كبيره جدا. وخلي بالك الزمالك كمان عشان يكون عندك علم عايز نقطة ياخدها من مازيمبي، ياخدها من غير مازيمبي. يعني الزمالك بنسبة 85% يا أستاذ علاء في الدور ربع النهائي. دور الثمانية. ربع النهائي. أنا شايف الزمالك بنسبة 99% مش 85%. أنا متفق. 99% الزمالك، أنا من وجهة نظري الزمالك تأهل. أنا متفق معاك. من وجهة نظري الزمالك تأهل. علشان. 95% الزمالك تأهل. علشان كده انا لما عرفت نتيجه مازيمبي قلت ايه، فاز مازيمبي ومبروك صعود الزمالك. طبعا يعني المباراه اللي جايه الزمالك قادر ان هو يهزم مازيمبي، مش يتعادل معاه كمان، يهزم مازيمبي ويرد المباراه الاولى اللي اتهزم فيها بثلاثه اهداف في الكورغو، يردها هنا في القاهره ويتاهل ويحسم بطاقه التاهل لدور الثمانيه. الزمالك شايف ان مازيمبي الحقيقه خدم الزمالك في نتيجه النهارده. لا بس انا مختلف معاك في كلمه مازيمبي خدم الزمالك، الزمالك خدم نفسه لما فاز بالامس 2-0. تمام، بس برضه مازيمبي لما طلع اول اغسطس بره الليله خالص ونهى على اماله كده ما بقاش موجود غير الزمالك. متفق معاك، بس لولا فوز الزمالك كنا هنخش في حسابات، فلازم لا طبعا. فلازم الزمالك يعني لازم يفوز. يا استاذ عبد الناصر مع احترامنا لفريق زيسكو، الزمالك فروق فنيه كبيره جدا بين الزمالك وبين زيسكو، يعني ده يعني فروق فنيه كبيره جدا جدا. يعني ما هو الاربعه ان مجموعه الزمالك ما فيهاش غير 2 هم اللي فعلا مستواهم جيد، مازيمبي والزمالك. والزمالك خد 4 ده يعني والزمالك خد 4 في 8 ايام هم اللي نتروه واستحق بيهم الصعود عن جداره واستحقاق. ده حقيقي، ده فعلا حقيقي، ده حقيقي. بخلاف مجموعة الأهلي اللي معقدة، وأعتقد أنها ستفضل معلقة حتى المباراة الأخيرة. أكيد طبعا، بس أنا شايف برضو الجمهور الأهلي مع احترامي ليهم، يعني شايف إن في مجموعة منهم متشائمة بصورة كبيرة. أنا شايف إن الأهلي لو غلب النجم هنا خلص الموضوع اتغير. متفق معاك. اتفرجت على الهلال والنجم النهارده، للأسف الهلال بيعرف يلعب بره أرضه، لكن على أرضه ما بيعرفش يلعب. يعني انا اتفرجت النهارده على الهلال، لا اي فرقه منظمه بتلعب كوره كويسه بحجم الاهلي لا يغلب الهلال في السودان، يغلب الهلال. الهلال بيعرف يلعب بره ارضه كويس. هو بس هو على الاهلي ان يفكر في مباراه النجم، كل الاحتمالات مبنيه على الفوز على النجم، فوز على النجم عديت كل الصعوبات اللي واجهتك. اكيد طبعا، اكيد. هو لو حقق المكسب على النجم اعتقد خلاص الامور هتبقى بالنسبه له سهله، لان بقى عنده فرصتين، التعادل مع الهلال او الفوز على الهلال، وممكن الهلال يتغلب من بلاتينيوم والامور تتصعب معاه اكتر واكتر قبل الاهلي كمان ما يروح له الهلال، قبل ما يروح للسودان. بس زي ما حضرتك بتقول لازم فعلا يغلب النجم، وبعد كده اشوف بقى الامور هتحقق يعني هتوديه لفين.